في إطار سياسة التواصل ديال الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مع المواطنين فيما يخص السكن، كتنظم الفيدرالية هذه السنة النسخة الثانية من معرض إيمو جاليري. هذا المعرض اللي كانت نظمت النسخة الأولى ديالو في أفريل 2019 وتوقفت بسبب جائحة كوفيد، كيرجع هذه السنة في 2022 في هذه الحلة الجديدة بشراكة مع وكالة تعمير وتجهيز أنفا أودا ومع وكالة 7 بي ام المنظمة للحفلات. هذا المعرض الهدف منه وهو نوريو المغاربة اللي كيبغيو يشريو سكن، نوريوهم المنتوج اللي عندنا حاليا في مختلف مناطق المغرب، خاصة في مدينة الدار البيضاء، مدينة المحمدية، مراكش وبعض المدن الأخرى. هاد العارضين اللي العدد ديالهم كيقارب 30 عارض واللي هما من أهم المنعشين العقاريين المتواجدين في الساحة المغربية، هم أعضاء في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهذا كافي باش يضمن تعامل معهم لأنهم كلهم منخرطين في الفيدرالية الوطنية وبالتالي موقعين على واحد ما يسمى بلا شارت ديونتولوجي، يعني عرفت كيفاش نسميها، وثيقة الأخلاقية، أخلاقية المهنة، وبالتالي هذا كيكون ضمان للمقتني اللي بغى يقتني واحد الشقة بكل أمان وبكل طمأنينة، بلا ما يوقع عليه حتى شي مشكل من داك الشيء اللي كنا كنشوفوه واللي باقي كنشوفوه مع سوء الحظ مع الأسف. كون هاد المعرض أو العارضين اللي كاينين في هاد المعرض، يعني المنعشين العقاريين المتواجدين معنا في هاد المعرض أعضاء ومنخرطين في الفيدرالية الوطنية، كيكون أكبر ضمان للمقتني باش يشري السكن ديالو في كل طمأنينة وفي كل أمان، لأن المشاكل اللي وقعت واللي كتوقع واللي ربما غادي توقع دائما كنجبروا أن اللي من وراها هم منعشين غير منخرطين في الفيدرالية الوطنية. هذا ما تعنيش أن المنعشين العقاريين اللي ما منخرطين في الفيدرالية كلهم ما 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 ماشي موضع ثقة، ولكن للخيرات في الفيدرالية كيعطي الضمان للمقتني، لأن كل المنعشين اللي منخرطين في الفيدرالية موقعين على واحد الوثيقة ديال أخلاقية المهنة. حقيقة في خضم الأزمة ديال كورونا كان توقف نهائيا السوق، لأنه كنا في الفترة ديال الحجر الصحي، وبالتالي ما كانش كيكون هناك يعني تجوال، الناس ما كيخرجوش، الناس ما كيمشيوش، ولكن لاحظنا انه مني الحمد لله تحسنت الظروف الصحيه، كان واحد الانتعاش في السوق العقاريه، واللي زاد نعش السوق العقاريه وهو ذاك الخطوه اللي كانت خذاتها الاداره العامه او فيما يخص تسجيل وزاره الماليه فيما يخص تخفيض رسوم التسجيل ب 50%، اعطت واحد دفعه قويه في سنه 2021، وكنتمنوا ان اجراءات بحال هذه تستمر في 2022، خصوصا ان مع ارتفاع مواد البناء، اسعار مواد البناء، فالاسعار ديال العقار هي يعني ضروري غادي ترتفع في المستقبل، ولذلك كان اكد على انه هذا المعرض هو فرصه جد مهمه اللي بغى يقتني سكن لحد الساعه. باقي الاسعار غير يعني باقي الاسعار الطبيعيه اللي مازال ما تاثرتش بالارتفاع ديال اسعار مواد البناء. دونك كان
كنت كان كان كنعرضوا كنوجه دعوه للمواطنين البيضاويين وخارج مدينه الدار البيضاء كذلك اللي غيكونوا في زياره لمدينه الدار البيضاء يجيو لهذا الفضاء الجميل الجميل جدا اللي هو فضاء أنفا بارك واللي هو المطار السابق لمدينه الدار البيضاء مطار أنفا اللي كتوجد فيه واحد مجموعه من الفعاليات الثقافيه واللي بالمناسبه الفيدرالية الوطنيه من بين الاهداف ديال تنظيم هذا المعرض وهو دعم المواهب الشابه اللي كتكون كل امسيه هنا كتقيم حفلات غنائيه تحت لواء او تحت دعم الفيدرالية الوطنيه للمنعشين العقاريين وكذلك وكاله التجهيز وتعمير وكاله التعمير وتجهيز أنفا أوضة.